ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم تناول اللحوم في الدول الغربية؟ اللحوم المذكات زكاة شرعية، أكلوا مما ذكر اسم الله عليه كنتم بآياته مؤمنين. فإذا كانت اللحوم مذكاتا زكاة شرعية فإنها حلال. قال تعالى: إلا ما ذكيتم، يشترط الزكاة الشرعية سواء كان الذابح مسلما أو كان كتابيا، يعني من اليهود أو النصارى تحل ذبائحهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذبائح. وأما إن كان الذابح غير كتابي وغير مسلم، إن كان مشركا أو كان ملحدا، فإن ذبائحهم لا تحل، ذبائح الكفار والمشركين والملاحدة والمرتدين لا تحل. لم يستثني الله من الكفار إلا ذبائح أهل الكتاب فقط. نعم.